والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح الخير حبايبي، كي صبحتوا؟ مزيانين؟ امور هانيه؟ كل شيء بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما شفتوا احنا خارجين، ولكن هاد الخرجه اللي هي طويله انا ورشيده. كما كتعرفوا دابا عندنا عطله، شدينا العطله، يا لهويا شدينا العطله. ايوا راه جينا انا ورشيده ندوزوا العطله، غير انا ورشيده الراس في الراس. احنا يا شدينا الطريق ان شاء الله بحول الله غاديين الفاس. يلا حبيبي في الله خليكم معنا وباش نساريكم. ايوا نشربوا واحد كاس قهوه، اصلا جبنا الفطور، جبنا الفطور ديالنا معانا. نشربوا واحد كاس قهوه عاوتاني ونشدوا الطريق. منصف وصافي، احنا يقلعنا عاوتاني ونشدوا الطريق ان شاء الله بحول الله. وها نحن وصلنا نخلصوا. الحمد لله على سلامتكم. ها مرحبا بينا فاس. العود العود مشيونيش انا مع رشيده. شوفوا المشاهدين، شوفوا فاس شحال فيه ديال الخضور، يا الصلاه على النبي. مزرعه وهمي مزرعه. شوفوا الجو كي داير فاس شحال زوين. هاد بلاصه المشاهدين سميتها عين بيضاء. احنا في الدخله ديال فاس، صافي واحد 5 دقائق هكاك احنا في وسط المدينه. ياك رشيده المركب هذاك. الرمبول اللي كيعجبني ديما رشيده فيه الكره. سميتها هاد بلاصه رشيده هو المركب. المهم حبيبي في الله، احنا وصلنا لفاس بخير وعلى خير، وجينا البارح وطلعنا لواحد بلاصه سميتها يا ربي بهاليل. طلعنا لبهاليل لواحد المناسبه ديال الخت رشيده دايره السبوع. ايوا صافي، بقى شي حاجه هكا زوينه مناسبه غنوريها لكم. يلا
جاتكم الأشياء زوينة ياك. صراحة أنا براسي وعجبني الحال ونسيت التليفون باش نهز التليفون ونصور معاكم كل شيء. يعني داك الغداء تبارك الله وداك الأشياء ما صورتش كل شيء. تشمت صافي تلهينا ضحك مع البنات ما شاء الله عليهم والناس طيبين ما نقولكمش والله العظيم. تحية ليهم بعدا من هاد المنبر تحية ليهم حيت يعني حتى حضرت معهم السواء عاد يعني عاد مشينا حط ليهم الفيديو يشوفوا. المهم داكشي لحقت عليه نصوره لكم داكشي اللي كتب ولكن اللي عجبني مني ختموها بالقرآن حيت داروا العيالات بالنهار ورجال بالليل. صراحة كان داكشي زوين ورائع وفكرني بالله يرحمه كان كيدير داك العشاء يعني وخا من غير مناسبات كيدير هكا العشاء وكيعرض على صحابه وكيجيو يقراو القرآن والأمدح واحد الجو اللي هو رائع راحة النفسية والله العظيم. صافي دابا رجال تعشى وكل واحد فين مشى صافي كل واحد مشى لدارو. الصباح ان شاء الله نكمل معكم الفيديو وكاين المفاجآت كاين شي لا يعني كاين شي لا حوايج اللي غيعجبكم. يلا حبيبي لا تبعوا الفيديو. ها البنات كيوجدوا الفطور باش نفطروا. شوفوا تبارك الله التساع اللي عندهم هنايا. شوفوا الصلاة على النبي حنا يفطرنا وغنخرجوا دابا نديروا شي دوره. واحد الحمامه علي رضا شحال زوينه شتي يلا هويا.